وأما معاوية فصعلوك لا مال له. المال ليس وسخ الدنيا، هو زينة وجمال واستظلال وغير ذلك، والإعمار في الأرض حتى يرتقي الفرد وترتقي الجماعة. ليس حرا طليق اليدين في التصرف في الأموال كيفما يشاء. يبين لنا القرآن لماذا خلق الله سبحانه المال. والبنون زينة الحياة. بسم الله. من أنواع الفتنة بالأموال جاء التعبير القرآني عن الفتنة بالأموال، ومن الفتن بالمال التي جاءت في القرآن والسنة الفتنة في التزام شرع الله في الأموال. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه الآية تدل على أن الابتلاء بالصيد ومثله سائر الأموال مقصده أن يعلم الله من يخافه بالغيب، أي ليختبركم الله. ولهذا الابتلاء في الصيد بالآية غير خاص بالمحرم، بل يشمل المحل أيضا، فالكل مطالب برعاية شريعة الله في الصيد. ولهذا فالفتنة العامة في الأموال هي ليعلم الله من يخافه بالغيب في كسب الأموال من حلها وصرفها في محلها، وهل يفعل عباده ما أوجب وأمر وينتهون عما نهى عنه وزجر، وكل ذلك رحمة بهم ومصلحة لهم. وعلى كل حال فهذا الاختبار يشمل ما عليه المرء في الأموال وغيرها، كما يقول الله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أيضا من الفتنة في الأموال الفتنة في المحبة القلبية الاختيارية في الركون للدنيا. يقول الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. المراد في هذه الآية هي المحبة الاختيارية دون الطبيعية، فإنها لا تدخل تحت التكليف. أيضا من الفتن بالمال فتنة الغنى والفقر، وكلاهما من أشد الفتن كما وردت بذلك النصوص. من ذلك يقول الله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى. وأيضا قد ورد في الدعاء النبوي الاستعاذة من شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، أي ما يترتب عليهما من شرر كالبطر والطغيان والتحاسد والتباغض في الغنى والجزع واليأس والكذب في حال الفقر. من الفتن بالأموال أيضا الفتنة بالمصائب في الأموال، وقد جاءت هذه الفتنة مبينة صراحة في القرآن في موضعين. الموضع الأول قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الموضع الثاني يقول الله فيه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومقصد الفتنة بالمصائب في الأموال كما بينت تلك الآيات هو التحقق بالصبر والاسترجاع وعدم الجزع وسلوك سبل التقوى. أيضا من الفتن بالأموال فتنة الاستدراج في المال، وفيها يقول الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العباد ما يشاءون على معاصيهم إياه فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسوا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المال والبنون زينة الحياة.